عبر الهاتف من أبو ظبي معي العميد خالد ناسي المحلل العسكري. مساء الخير، أهلا بك معنا سيادة العميد. إذا لسد العجز الكبير بصفوف الميليشيات الحوثي، ها هي اليوم تذهب للمتقاعدين عسكريين ومدنيين، هل سيساعد هذا في بتحقيق هدفها سد العجز، وأن تستهدف متقاعدين عسكريين سيساعدها على الأرض؟ مساء النور استاذي. بالنسبه طبعا الحوثيين وحسب ما طبعا متابع الحاله بالنسبه لهم تقريبا من منذ شهر ديسمبر من العام الماضي، وبالتحديد تقريبا من بعد فض الشراكه مع حليفهم اللي كان يمد هو المتحمل اللعب الاكثر بالنسبه للجبهات، يعني عانوا على مستوى الجبهات بالنسبه للمقاتلين الموجودين في الجبهات، ومروا بعده مراحل. اولا تحت شعار انفروا خفافا على انه رقبوا الناس، لانه يعني هم اتبعوا اسلوب انه اولا يجوعوا الشعب اليمني بشكل عام، يجوعونا بانه تقريبا من اكثر من سنتين بدون مرتبات، حتى المواد الاقافيه التي تاتي عبر المنظمات الدوليه طبعا بتواطئ مع هذه المنظمات، الحوثيين هم الذي يسيطروا على هذه المواد، وبالتالي ادخلوا الناس في تجويع بحيث انه يخضعوا لشروط الحوثي. الحوثي عمل على مراحل، المرحلة الأولى على أنه تجنيد اختياري وخاصة لطلاب المدارس، ولم تكون هناك استجابة من المواطنين بشكل عام. المرحلة الثانية هي التجنيد الإجباري أيضا موجه للمدارس الابتدائية والإعدادية، أيضا لم يكون هناك تجاوب، يعني هذا صابوا من نهر. الآن المرحلة الثالثة وهي زي ما كانوا يسمونها المرحلة الثانية من النفيره، هي الان الاتجاه الى المتقاعدين المدنيين العسكري، واحنا نعلم ان المتقاعدين منذ تقريبا اكثر من عام لم يسلموا مرتبات، يعني الناس حالتهم الماديه والمعيشيه طبعا صعبه. الحوثي يتعمد هذا الجانب انه يحتفظ بهذه المواد الاغاثيه، يحتفظ بالمرتبات، حتى مرتبات المتقاعدين في الهيئه العامه للمعاشات تم السيطره عليهم قبل الحوثيين، الان يقدمون هذه الامتيازات انه بيصفوا مرتبات، بيعطوهم بعض الامتيازات الماليه، بيعطوهم مرتب عسكري. ومع هذا نؤكد لكم واحنا نتابع الحاله انه لم تكون هناك اي استجابه، حتى الان في لجان حوثي الان، وخاصه في محافظه ابل الان تجمع بيانات عن المتقاعدين، بيانات بحيث انه يتم الوصول الى 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 مقر عملهم، الى بيوتهم حتى، واخذهم بالقوه، لانه لم تكون هناك استجابه لا على مستوى المدارس ولا على مستوى المتقاعدين، حتى على مستوى القبائل التي كانت لها بعض الامتيازات. نؤكد لكم فعلا ان نوصلوا الى طريقه هل ممكن ان تصل لمرحله الاجبار، التجنيد الاجباري كما حدثت كما اعتمدت قبل الميليشيا، ام سنكتفي هنا بموضوع انتظار استجابه اللي لم نرها بعد وفقك سياده العميد؟ لا، هم الان في وصلوا الى حاله الاجبار، يعني لانه الان اجماع معلومات، واحنا عندنا معلومات يعني اجبروا كثير من الناس، كثير من اولياء الامور، كثير من حتى كثير من اولياء الامور الان لم يتركوا اولادهم يذهبوا للمدارس خوفا من اجبارهم. صحيح، لا اقصد الان بموضوع المتقاعدين العسكريين. المتقاعدين العسكريين طبعا خاصه في محافظه ابل المعلومات تقول انه في هناك اجبار فعلي لكثير من المتقاعدين، بعد تم اخذ كثير من المعلومات عنهم، فهناك في اجبار حقيقي. الحوثي فعلا المقاتل العقائدي اللي يتجاوزوا من 10 الى 15000 اللي هم ممكن نسميهم هذا العقائديين فقط، ويتواجدون اكثرهم في محافظه سعده وحجه بالذات على الساحل البحر الاحمر، لكن كثير من الذي تم استغلال ظروف الماديه او تم تعبيتهم عبر المشايخ القبائل في صنعاء وفي نهم او في كثير محافظات تعز والبيضاء، هذول ليس عقائديين فقط، تم استغلال ظروفهم، ونؤكد لكم انه هذول فيهم طيب. الماليين سوف ينقلبوا عليهم. كل فئه يتم استهدافها في نقاط ضعف وهي التي تستغلها ميليشيا الحوثي، يعني في الأطفال غسل أدمغتهم، أو الوضع الاقتصادي لبعض العائلات، استغلال هذا الموضوع واستغلال هذا الجانب. موضوع المتقاعدين العسكريين قلت بأنه لا يوجد رواتب منذ تقريبا عام، فهنا تعتمد أيضا تعول على هذا الجزء المادي. غير هذا، لماذا تستهدف اليوم متقاعدين عسكريين؟ طبعا لانه نتيجه انها تعاني على مستوى الجبهات كثيرين من المقاتلين الذي تم تدريبهم على يد خبراء مثلا على مستوى حزب الله، يعني تم يعني وخاصه في الفتره الاخيره يعني قتلوا في الجبهات، الان هي بحاجه لناس مدربين عندهم الخبره عندهم الدرايه، هي ممكن تجند الاطفال، لكن هذول الاطفال او القبائل محتاجين ناس ذو خبره عسكريه بحيث انه يوجههم او يكونوا مشرفين او مدربين او يعني فنيين في بعض الاسلحه، فهم محتاجين لهذا النوع، لانه تم الحصار وتضييق الخناق عليهم، لم يكن هناك يعني بالامكان انه ارسال كثير من المقاتلين برا الى خارج اليمن وتدريبهم والعوده، الان يريدوا الاستفاده من هذه الخبرات بحيث انه يساعدونهم في تنظيم الجبهات، تنظيم المقاتلين. انا اشكرك جزيلا من ابو ظبي سياده العميد خالد الناسي المحلل العسكري.